ازيكم يا شباب؟ النهارده هتكلم عن معلومات مهمه جدا لو انت مهتم بالسفر لالمانيا او لاي دوله من دول الاتحاد الاوروبي، انت او اي حد من صحابك شير الفيديو وعرفهم الحاجات اللي لازم يعملوا حسابهم كلها عليها قبل ما يجوا اي دوله من دول الاتحاد الاوروبي. لازم المعلومات تكون عارفها علشان ما تجيش وتتصدم زي ما احنا اتصدمنا. فهنا العالم مختلف تماما عن عندنا. خليكم يا شباب شوفوا الفيديو للنهايه، ولو مش مشترك في القناه انزل تحت واعمل اشتراك وشوف الفيديو للنهايه. يلا بينا. اول حاجه يا شباب هنا وهي مفيش شطاف، يعني انت لو جاي من مصر وما تعرفش الموضوع دوت، اول ما بتنزل من الطياره بتتصدم. مفيش في اي دوله من دول الاتحاد الاوروبي شطاف، فانت يا اما تجيب حاجه وتركبها عندك وتجيب سباك كده وتدفع له فلوس كتير جدا ويركب لك الشطاف، يا اما تجيب العرب هنا او الاتراك بيجيبوا البتاع اللي بيسقوا بيها الزرع ديت، بيحطوا فيها بتاع بيبوز كده زي الكوز كده او معرفش اسمه ايه، بيسقوا بيه زرع فبيستخدموه في الحمام، او في بيستخدموا الناس هنا بقى. بيتعامل انت بقى باشا انت وطريقتك بقى في القرف اللي انت بتعمله، انت حر يعني. بس هنا مفيش في المانيا شطاف. الصيدليات يا شباب هنا ما ينفعش تخش الصيدليه وتقول ان انا عايز اشتري حاجه بمزاجك كده على طول، ما ينفعش. لازم بتروح لدكتور الاول والدكتور بيكتب لك الروشتة وانت بتروح تشتريها من الصيدليه. لو عملت غير كده ما بتشتريش العلاج اصلا، لان احنا عندنا في مصر بيكون عندك دول برد بتروح تشتري حقنه اوجمانتين او اي حقن عادي من الصيدليه بفلوسك عادي، ما فيش مشكله. هنا الكلام ده مش موجود. انت بتروح للدكتور الاول يكشف عليك، وبعد كده الدكتور بيكتب لك العلاج، او لو انت عندك تشتكي من مرض تاني بتروح للدكتور الاول اللي هو علاج عام او طبيعي او اسمه طبيب عام، بيحدد مشكلتك. بعد كده بتاخد ميعاد مع الدكتور بتاع البطنه المتخصص في حاجه معينه او مرض معين، بتروح له هناك بيكتب لك العلاج بتاعك وبتاخد العلاج وتروح على الصيدليه. الحاجه الحلوه في الموضوع دوت لو العلاج ب 100 يورو ب 200 يورو ب 400 يورو ب 500 يورو بتدفع بس 5 يورو لان انت متامن عليك. لكن مفيش حاجه انك انت تروح الصيدليه وتشتري. ممكن تشتري العلاج اللي هو الطبيعي، الحاجات اللي هي فيتامينات الكلام دوت، وطبعا لو الدكتور مش كاتبها لك فسعرها بيكون مش عليها التخفيض، مش عليها ب 50 يورو بتدفع 50 يورو. لكن مش زي عندنا بتخش الصيدليه وتشتري وتمشي. انسى الموضوع ده. كل المحلات بتقفل الساعه 8 بالليل 5 ايام في الاسبوع، ويوم السبت كمان يعني 6 ايام في الاسبوع كل المحلات السوبر ماركت المطاعم كله بيقفل الساعه 8 بالليل، الا المطاعم الكبيره اللي متخصصه اللي هي الاكارت اللي هي بتخش انت بتكون حاجز وعندك ميعاد بالليل بقى، يعني بتعرف على واحد او عندك ميعاد متاخر. فكل المطاعم والكافيهات ومعظم الحاجات هنا بتقفل الا البارات بالليل الساعه 8 بالليل. لكن انك انت تكون جعان وتنزل تشتري حاجه الساعه 8 ولا الساعه 9 مفيش الكلام ده. ممكن تروح بقى اي بنزينه ولا اي حاجه جنبك تشتري منها اللي انت عايزه، هتفك زنقتك يعني. مفيش ميكانيكي يا جماعه هنا بتكلمه في التليفون تقول له تعالى لي انا العربيه عطلت في على الكيلو كذا الكيلو 15 او مفيش الكلام ده. العربيه عطلت فانت بتكلم الميكانيكي بتاخد منه ميعاد تاخد له العربيه لحد عنده بعدها باسبوع مثلا، يعني باخد من 3 4 ايام لاسبوع. مفيش ميكانيكي بيجي لك لحد عندك، مفيش ميكانيكي بتروح له على طول بالعربيه وتحطها له قدام الورشه انا عايز اخلص دي. لازم تكلمه وتاخد ميعاد الاول، الميعاد بيكون في خلال اسبوع بيتم يعني. مفيش يا جماعه في اوروبا راجل وراجل بيسلموا على بعض ويبوسوا بعض، الكلام ده مش موجود هنا. لو انت عملت الكلام ده الناس هيشكوا فيك يعني، او مش هيتكلموا لكن هيبقى شكلك مش طبيعي. هنا الراجل يسلم على البنت عادي ويبوسها عادي، ده نوع من انواع الاتيكيت والذوق. لكن لو الراجل سلم على الراجل وباسه فالموضوع مش طبيعي. فما تجيش تبص تسلم على حد الماني او ايا كان اوروبي وسلم عليه وتبوس جامد زي عندنا، لان الموضوع ده مش طبيعي هنا. العلاقات بين الجيران يا شباب، احنا عندنا في مصر او معظم الدول العربيه يعني انت عارف جارك اللي في اخر الشارع مين واسمه ايه وابوه مين وعيلته ايه وسنه كام وعنده كام طفل ومراته مين. هنا مش الكلام ده مش موجود. هنا انت جارك اللي هو الباب في الباب انت بتقعد ساكن جنبه عنده 40 سنه انت ما تعرفوش اسمه ايه ولا منين ولا اخرك صباح الخير صباح الخير وبس. فالموضوع ده هنا صعب انك تعمل علاقات مع الجيران بالسهوله اللي زي عندنا. كان عندك كلب وبتتمشى بيه في الشارع ولا في الحدائق العامه اللي قريبه من البيت والكلب جه عملها يعني او عملت تقيله، فانت لازم دايما يكون معاك كيس بلاستيك. الكيس البلاستيك ده بتشيل فيه الحاجه وتاخد الحاجه وتمشي بيها، تحطها في مكان مخصص للزباله. ما فيش انك تسيب الحاجه وتمشي. الكلام ده ممنوع جدا هنا، الكلام ده ممنوع بجد جدا هنا. في كاميرات وفي ناس بتشوفك وفي يعني حاجه عيب. اي حد الماني معاه كلب تلاقيه في جيبه كيس بلاستيك وماشي بيه. لبس الحزام يا جماعه وانت في العربيه، حتى لو انت سايق او مش سايق. هنا مش زي عندنا، احنا عندنا في مصر الدنيا ماشيه حب يعني، حتى لو السواق لبس اللي ورا ما بيلبسوش. هنا كل واحد في العربيه لازم عنده حزام، حتى اللي قاعد في النص في العربيه اللي ورا عنده حزام امان. لو انت راكب تاكسي وعديت على يعني وقفك ظابط او الكاميرا شافتك وانت مش لابس الحزام هتدفع 40 يورو. حتى سواق التاكسي هنا ما بقولكش اربط الحزام لانه مش مشكلته. انا واحد صاحبي بجد والله كان راكب عربيه مع حد تاني وكان راكب ورا ما كانش ربط الحزام دفع فورا 40 يورو. فهنا لبس الحزام لازم تكون مركز، انت جاي اوروبا كل دول اوروبا لازم تكون بتلبس الحزام.
صيد السمك هنا يا شباب مش متاح زي عندنا، يعني تاخد صنارتك وتطلع تقعد على الترعه ولا تقعد على البحر ولا تقعد في اي مكان وتصطاد، مفيش الكلام ده. هنا لازم تكون واخد كورسات معينه وبتاخد شهادات معينه وامتحانات معينه بساعات معينه واختبارات معينه واشتراك انك انت بتاخد كارت سنوي او كارت شهري او كارت مره واحده انك تنزل تصطاد سمك في مكان معين، وبحدد لك المكان والوقت. لكن احنا عندنا الموضوع عادي، الخير كتير وان كل واحد بيصطاد اللي هو عايزه. هنا الكلام ده مش ممنوع، مش موجود، لازم ممنوع جدا. ما ينفعش انك تروح اي مكان تصطاد فيه سمك ومن مزاجك، ولازم الامتحان اللي انت بتعرفه دوت بيقول لك السمك اللي تصطاده ايه، ولازم تكون عارف تقريبا 1000 نوع من السمك، ولازم يكون السمك لو حجمه صغير بترميه تاني. يعني في يعني حقوق للصيد هنا. كل بيت هنا او كل عماره عندها المولتونة اللي هي صناديق الزباله الكبيره اللي تحت بتاع فضلات الاكل وبتاع البلاستيك وبتاع الورق وبتاع الازاز. فانت كل واحد يوميا تاخد الزباله اللي عندك، الورق مع الورق والفضلات الاكل مع فضلات الاكل والبلاستيك مع البلاستيك والازاز مع الازاز. لو عملت غير كده بتيجي عليك غرامات كبيره جدا وبتتعرف، لان هنا كل حاجه معروفه. الناس هنا تلاقي جارتك الالمانيه ست عجوزه كده وتروح تقول لك دو 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 تقال وعمل وعمل، كل الناس هنا بيبلغوا البوليس في لحظه. مفيش حد هنا يقول لك لا امشي الدنيا يا عم خلي الدنيا تمشي. جيرانك هنا حتى لو انت بينك وبينهم علاقه كويسه صدقني هيكلموا البوليس ويظبطوه. يا شباب برضو كلكم عارفين هنا ان البرد هنا صعب جدا في الشتاء، الجو برد بجد، مش برد اللي احنا بنسمع عنه ونشوفه في التلفزيون، يعني اللي هو الله التلج جميل والكلام ده، طبيعي جميل، بس بجد برد جامد، برد جامد جدا والله. انا بتكلم عن نفسي، اوقات بتكون الفتره السنه اللي فاتت او اللي قبلها كان درجه الحراره تقريبا سالب 14 15، كنت بتكلم في التليفون مع حد والله العظيم ايديا بجد عشان افتح صوابعي لازم اعملها كده، فبجد برد جامد جدا. هو طبعا انت بتحس بشكل الحياه حلوه لكن باثر عليك بعد كده، لازم تعمل حسابك. وبكده يا شباب اكون خلصت الفيديو للنهايه، اتمنى يكون عجبكم. لو انت مش مشترك في القناه انزل تحت بسرعه يا شباب بسرعه، اعمل لايك واشتراك في القناه، شوف صحابك اللي مهتمين بالسفر لاوروبا خليهم يشوفوا الفيديو للنهايه عشان يعملوا حسابهم وما يتصدموش زي ما انا اتصدمت. ما تنسوش شباب اشترك في القناه، اعمل لايك، استناك في فيديوهات تانية، وما تقفلش شوف الفيديوهات اللي على اليمين وعلى الشمال اللي انا بقترحها لك تشوفها ديت، استناك في فيديوهات تانية. سلام.